يا رب هون علي هالحسبة. يا علام تشبه الصوت هذا. يكون جني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك شو جني انت بتعني ولك ابدا وجنيت انت؟ مينو هاد؟ فياد فياد مين انت؟ مين انت ملك الجن؟ مين انت؟ اطلع على اذا كنت زلمه رمضان اطلع على جني وراجلك. ولك شبك فتت بالحيط ولك فياد؟ ولك شبك؟ ولك على اساس انت من قبضات العماره من عماره؟ ولك انا عم بدر؟ لك شو صار لك؟ سمعت صوت دجة وأنا قاعد بالبيت ونسيت إنه أنت ساكن هون. أوه لا لا لا! رح يخرب بيتك بالحرك! رح يوصل لك! رح طول معك! رح والله جيت أحكي معك! رح يجي أشتغل معك! رح يحكي معك! رح يحكي معك! البيت هذا مو كله لك! شو أمرت؟ شو يعني مو كله لي؟ لك يا لأجل أبو محمود رح عندي مني وصية! وصية شو هاي؟ ليه تتركها؟ قبل ما يموت! سألت محمد قبل ما يموت! بعرف قبل ما يموت بس شو مكتوب فيها؟ لك شو بيعرف فيها؟ أنا بعرف أنا ولا أختم! أجي أشوف! أهلا بدر! أهلا فيان! ما أي شهر بقى بدر؟ يلا اكيد اكيد جيب لي هالوصيه لحتى اقراها. لا اخي بكره انا رايح عند الشيخ عبد العليم. لا بدر لك ما عم تحكي هالكلام هذا مشان تهرب من الاكله. لك لا يا اخي لا لي بكره عند المختصر بتبين انا عن ام الشعر. ولك انا شو هالعيشه اللي عايشه هاي؟ ايمتى يا واوي بده يصير عندك مره واولاد وعيله؟ ولك لسه عايش وحداني لحالي وما في مين يسأل عني أو يأكل همي. ولك لأيمتى بدي أبقى لا قيمة ولا سيمة بين العالم؟ لأيمتى؟ شو شيخي شو؟ الوصية مزبوطة يا ابني وعليها ختم العادلية. والمعنى؟ المعنى النص البيت لك يعني لست الوالدة ونص الثاني وقف للجامع لنعلم فيه الأولاد. ايوه الله يرحمك يا أبو محمود يبارك فيك الله يرحمك. لكن شلون الله يرحمه؟ الله يرحم تراب أبروف. أب بدر معقول تتركها الوصية لهلأ؟ والله يا شيخي قصة هاي الدينة نستني كل شيء. حصل خير حصل خير يا ابني. يا فياض إن الله راد اليوم المساء رح نجي نقسم البيت. مشي. آه مشي مشي شيخي. والوصية رح أتركها معي. أنتوا الله معكم. يلا السلام عليكم بس لا تضيعها ما عنا غيرها لأني. حاضر حاضر. لا هاي قصتك واوي؟ يسلم وصالحه.
الديار. باوي باوي طلعت الحجة مزبوطة، شو بدنا نساوي؟ شو بعرفني شو بدنا نساوي؟ كلنا مجرى بنجرى، كنا جبنا الشيخ وعرفنا وين الجرة. ايه وانا شو بيعرفني انه بدي يكون في حجة الكواوي؟ وهي عرفت شحو شو بدك تعمل؟ فرجينا. ما بعرف، لا فوق منا بده يجوا الكبارية على البيت كمان. ايه حبيبنا اللزم صارت الشغلة كبيرة. هلا ايش كان اسموا البيت وطلعت الجرة بالاسم شيتو، شو بدنا نعملها؟ فهمني. لا تقولها مي هيك ما مشي الحال، ما بتزبط. يعني باب صار واحد ما بكفي فياض، بيت لازم ينقسم بالنص بالربع بالثلث، شو ما كان لازم ينقسم. بيصلوا باب صاين، باب صار لحالك وبالك خلصنا. ليش عم يبعي صام؟ والله هيك منيح، خليه هيك. لك شلون هيك؟ شو عم تجتمع انت؟ لا لا مو هيك القصد يعني، بس هي نصية مو قايلين فيها انه هو لازم يكون نص البيت للجامع مشان الاولاد يتعلموا القراية والكتيبة؟ ايه انا هلا عزابي وعايش لحالي، والصبح بكون بالشغل وبالليل لما برجع بكون الاولاد راحوا. ايه بس فهمي رح ينام هون ها؟ لك رح ينام هون؟ ايه شو علي؟ شو علي يا فياض؟ بيصير لك ورث بالبيت. شو قلت ابي؟ شو قلت؟ خلاص امرك عمي ابو عصام، وقلتها يعني بكسب فيه ثواب اذا لازمه شيء بخدمه. الله يجزيك الخير يا فياض. يعني خلص تبينا، لا تعمل لي فيها كاني ماني بعدين. ها خلاص عمي ابو عصام، كلامك مضمينا على راسي. ايه خلاص استبينا. شرف سني، شرف. تفضلوا. شرفوا. معناتها رح خلي فهمي يجي ينام هون، امتى بتحب يجي؟ امتى ما بدك شيخي، اهلا وسهلا فيك. الله يجزيك الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك هذا أعمى ما بيشوف. وايش كان أعمى؟ ما عنده أذان يسمع فيها ويحكي شو عم يسمع؟ شو صاير لك انت الكواوي؟ ليش ان شاء الله ناوي ترجع تحفر كمان؟ لكن شلون بدي احفر؟ ولك شو هالمخ الفاشوش اللي الك ها؟ شو بدك ترجع تحفر؟ خلص منجيب هذا الزلمه المكشوف عنه حجاب وفضك يا عرب، خليه يلاقي لنا الجراشه. هيك قلتها؟ معلوم. ما تصفون ابو صافي، الحكي اللي حكاه في من وراه ملعوب، مبين يا اشكره. واذا بدك الدغري ايدي على قلبي انا لما بيحكي. ليش ايدك على قلبك؟ ما بدي احكي هلا وتفهمني غلط. يعني وين الغلط بحكيها؟ اني عم احكي على هذا ابو عصام. لا انت ما حكيت على الشان بالعاطي، هو ما رضي بالزعامه. بعرف هالحكي، بعرف انه ما رضي. وشلون عرفت واوي؟ كنت واقف برا وسمعت. يعني عم تتنصت علينا؟ اعوذ بالله، مو عيب على الرجال. انتو صوتكن كان بيودي، كنت عم اضب العدة برا وصوتكن وصل لعندي. ايوه طيب قلي لشو؟ انت ليش بدك ياني يكون انا الزعيم؟ بدك الدغري؟ لك انا ابن عمو؟ اول باشتان انت اكتر واحد بيستاهي، تاني باشتان اللي بتملكه انت ما بيملكه ابو عصام، تالت باشتان بلا مواخذة رجعته صارت مشبوهة. شو هي المشبوهة؟ رجعته وهي المرأة الأجنباوية. لا هي ما فيها شيء، هو قال عنا أنها ممرضة. بعدين النسوان تبع الفرنجاوية هدول ما بتفرق معهم، بيفوتوا بيسلموا بيقعدوا، هذا عادي. جاوبني على السؤال واوي، ليش بدك ياني كون زعيم؟ حبيبنا اللزع، لأنه أنت أكتر واحد بيستاهي. قلت لك لا لا لا، في شيء تاني تبخر. قولوا واوي قولوا. لأنه إذا صرت أنت الزعيم لازم يكون أنا العقيد. إيوه إيوه هيك هيك، أنت عيني وهيك أصلي. من زمان عم تفكر بهي القصة؟ من أول ما فتت على الحارة. ولا مؤاخذة عمي أبو ظافر، الحارة اللي كان فيها زعيم أو عقيد أو كبير ما كان صار فيها العي هذا كلياته. وينك عمي؟ أنا قصة العقادة مالي فيها. إيش كان بدك ابنك يصير عقيد؟ اعتبرني واحد من رجاله. بالمقلي واحد بيستاهل،
مثل ما بيقول المثل، اللي ماله كبير بيشتري كبير. ونحن شارينك زعيم. ما بدك مالت حساب المضافة؟ اللي بدك يا انت كريم ونحن منستاهل. والله لهلا بتستاهل يا واوي. حط لي نار لعيونك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين بالواوي. شو بلشت الدروس؟ والله شوفت عينا. حبيبنا اللزم لا رح نروي خيرات الله. لك واوي واوي بهمني هلا شو بدنا نجيبه لهادي الزلمه ويدنا على الجراءه؟ نجيبه بالليل. ايوه وبرقدها ما قبل يجي بالليل. ولك ما قلت لك بيجي المصاري بتجيبه. ولك فياض خير شي اخي. هلا انت ليش ما بتيجي بتقعد تتعلم مع الاولاد؟ مو احسن لك من هالقعده؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله.